أرجو أن تبقى معنا فادي. نذهب إلى مراسلنا صالح الناطور من غزة وردود الفعل المواقف هناك. كان هناك بيان أيضا لحماس. صالح، بالفعل أحمد، يعني سرعان ما كانت هناك ردود فعل سياسية، بيانات صحفية صدرت عن الفصائل الفلسطينية أو حتى تصريحات من المتحدثين الرسميين للحركات الفلسطينية في غزة تعقيبا على ما حدث في نابلس. هذه البيانات جاءت في أربع اتجاهات. الاتجاه الأول هو نعي للشهداء الذين استشهدوا، وكذلك استنكارا لما وصفوه بالجريمة أو وصفوه كذلك بالمجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة. استنكروا ما حدث من جهة، وفي الاتجاه الآخر الثاني حملوا الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تداعيات ما حدث، ووصفوها بأنها حكومة إرهاب وحكومة متطرفة وحكومة قتل، كما جاء في عدة بيانات صدرت عن الفصائل الفلسطينية، وقالت أن تداعيات هذه الجريمة الإسرائيلية تتحملها الحكومة الإسرائيلية كونها تعطي الغطاء السياسي لمثل هذه الجرائم، وهي التي تعطي أوامر لجيش الاحتلال لاقتحام المدن في الضفة الغربية وارتكاب مثل هذه الجرائم وهذه المجازر على حد وصف الفصائل الفلسطينية. الاتجاه الثالث هو للمقاومة الفلسطينية، تقول الفصائل من خلال البيانات التي صدرت عنها أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية لن توقف المقاومة الفلسطينية، بل أن المقاومة سترد سريعا على هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك لن يعني ستكون هذه الدماء دماء الفلسطينيين هي وقود للفلسطينيين أيضا للاستمرار في المقاومة وفي النضال وفي مواجهة هذه الاقتحامات الإسرائيلية. الاتجاه الرابع هو الحديث أيضا فيما يتعلق دعوة من الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية، وكذلك وقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة من السلطة الفلسطينية، كون ذلك سيساعد في الوصول إلى هؤلاء المقاومين. وبالتالي هناك مطالبات اليوم مع كل جريمة إسرائيلية ترتكب في الضفة الغربية بالوحدة والاتفاق على استراتيجية مقاومة موحدة من كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. كذلك تم ربط هذه الأمور كلها بما يحدث بما حدث بالأمس من اقتحام بن غفير لوزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وكذلك عقد الحكومة الإسرائيلية إحدى اجتماعاتها في نفق في عند حائط البراق. كل ذلك ربط معا بمعنى أن كل هذه تأتي في سلسلة اعتداءات إسرائيلية ستتواصل إن لم تكن هناك مواقف فلسطينية جادة واستراتيجية وطنية موحدة من قبل الفصائل الفلسطينية لمواجهة كل هذه الاعتداءات الإسرائيلية المرتكبة بشكل يومي. كذلك وصفوا ما حدث بأنه امتداد من خلال بيت امتداد للعدوان ليس فقط في القدس إنما أيضا في غزة، وكل ما يحدث هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعقلية إسرائيلية في الاستمرار بارتكاب هذه الاعتداءات. شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا صالح الناطور، وأيضا الشكر موصول من مخيم بلاطة في نابلس مراسلنا فادي العصا. شكرا جزيلا لكم.